مرحبا بكم. مثل ما شفتوا بالعنوان، هذا النظام حيكون نظام كتير صحي، وهذا نظام معروف من زمان. هذا نظام كتير هو صحي وكتير هو روعة. نحن نعمل رجيم شهر شهرين ثلاثة، نرجع وزننا مثل الأول وأكثر من الأول. فأنا بفضل دائما نعمل نظام حياة. بالبداية بيكون صعب، وبعدين الإنسان بتأقلم شوية شوية، مثل صيام رمضان. أول يوم بيكون شوية مجهد، ثاني يوم بيكون أسهل، ثالث يوم أسهل، وهكذا. اسمه الصيام المتقطع. هو هذا الصيام يعتمد على تقليص عدد ساعات الأكل. يعني بنصوم 16 ساعة ما بناكل فيهم، وبناكل في خلال 8 ساعات فقط، من ضمنهم اللي هو ساعات النوم. يعني بروح تقريبا ما قبل النوم ما بعد النوم تقريبا 10 ساعات من أجل وجبة الإفطار. يعني بناكل 3 وجبات وبنقلصهم تدريجي إلى وجبتين، إلى وجبة واحدة في 24 ساعة. ناكل كل سعراتنا الحرارية. دائما قبل الأكل بناخذ كوب من الماء، بعد كوب الماء بناخذ صحن سلطة الخضار، بعد صحن سلطة الخضار بناخذ البروتين تبعنا، وإذا ضل وسع بناخذ احنا الكربوهيدرات. بالطبع مش حيكون في وسع للكربوهيدرات، يعني احنا اخذنا الماء، الخضار، البروتين، شو بيضل وسع ناخذ الكربوهيدرات تبعتنا. اثناء الصيام 16 ساعة فينا ناخذ سوائل مثل ما بدنا، ناخذ سوائل بدون سعرات حرارية، بدون سكر على سبيل المثال. القهوة مسموحة، الشاي مسموح، الزهورات، الأعشاب بدون تحلية بدون سكر مسموحة، ولكن دائما يجب تنظيف الطعام. كيف تنظيف الطعام؟ يعني ننظف طعامنا، يعني بدل ما احنا ناكل شيبس البطاطا مقلي ناكل فشار، بدل ما ناكل قلي ناكل شوي، بدل ما ناكل شوكولاتة دهن ناكل زبدة الفول السوداني. فكتير في بدائل للرياضة كتير مهمة، وبالذات هو تكبير العضلات. كتير مهم تكبير العضلات، لأنه الإنسان بعد تقريبا 30 سنة بصير الإنسان يفقد من العضلات شوية شوية. تلاقي الإنسان بيكون ضخم، كل ما بيكبر بالسن بضمر الإنسان، العضلات تضمر. إحنا لازم إحنا نعوض الإشي هذا بالتمارين، تمارين للرياضة. الشخص اللي بيلعب رياضة بيكون جسمه مشدود، والشخص ما بيلعب رياضة بيكون جسمه مثل الهزيل. وطبعا ما في طعام بناسب لكل الناس، وما في نظام غذائي بناسب لكل الناس. كل إنسان طبيب نفسه، ودائما يجب استشارة الطبيب. يختلف لما احنا بننزل وصفة، انا او غيري بننزل وصفة للكيتو دايت او لمرضى السكري، هي ما بتناسب كل الناس. في ناس مريضة بالسكري مع حد ضغط، في ناس مريضة بالسكري مع حد قلب، في بعد اطعمة ما بتتناسب مع نوع دواء معين. كل انسان معرض انه يخطئ. يجب على الشخص انه هو يتحرى المعلومة. اللي عنده مشاكل صحية يجب دائما استشارة الطبيب الخاص. هو أفضل مكان تأخذ منه استشارة هو الطبيب الخاص، هو أدرى في حالتك الصحية. إحنا بندي معلومات من عنا أو بندي خبرتنا إحنا، ولكن الإنسان عليه هو يتحرى المعلومة. فإحنا في النظام هذا نمشي على الصيام 16 ساعة، ممكن نبلش 14 ساعة، 16 ساعة، ممكن 18 ساعة، بعد أسبوعين ثلاثة ممكن 20 ساعة. لازم يكون فيها كل السعرات الحرارية تبعتنا اللي احنا محتاجينها، من فيبر اللي هو الألياف، من البروتينات، من الدهون أهم شيء، والكربوهيدرات ما نهتم كتير في الكربوهيدرات، وإذا بدنا ناخد كربوهيدرات ناخدها من الخضروات. في ناس بعد فترة وزنها بفضل ثابت، بنزل بنزل بنزل، بعد شهرين ثلاثة بثبت الوزن. في كتير حلول للوزن الثابت، ولكن هذا آخر حل إحنا بناخده بعد فترة. بتمنى السلامة للجميع، وانتظرونا بوصفة جديدة. في أمان الله.